اتما ديستما الحلقه اللي اذا زولت اللي انا بدر نبات اوزمور نكمل الحلقه نكمل في المس الحلقه اللي سنت اللي غادي كل نزري الساغن والدقن اللي صغار اخوه انا نبداو باسماء ديال اعشاب بالعربيه والدارجه واسم الاخير يكون ديال الامازيغيه العتم ويسمى الزيتون البري ويسمى ايضا بالزبوز وبأمازيغية الزمور القريس القريس ويسمى الأنجرة او الحريق او بنات النار ويسمى بالأمازيغية تيكزينين تيكزينين او تيوكين بعض تيوكاسين البرد هو معروف في اللغات الثلاث الأمازيغية والعربية والدارجة الورد القوانفل يسمى بالأمازيغية يسمى بالأمازيغية بالمسمار عند بعض الناس الريف ولكن القوانفل هو اسم الشائع الداد يسمى أيضا بالأمازيغية الداد وبالعربية يسمى ب يسمى بالعربية بالإشخيص أو قاتل الديب أو قاتل الأسد الآزير يسمى إكليل الجبل أو حجاد العرب أو حجاد النساء أو نهر البحر أو العبسلان ويسمى بالأمازيغية بديازير إنه هو أصلا من البلاد العربية الدرو الدرو يسمى الكمكام وبالأمازيغية إيج الترخشقون الترخشقون والهندبة البرية بالعربية وبالأمازيغية يسمى ب